صباح الخير مشاهدي برنامج مورنينج لايف، صباحكم خير وبركه ان شاء الله. يا رب يكون بدايه يوم جميل عليكم ومليء بالطاقه والصحه والعفويه والنجاح الدائم ان شاء الله. مثل ما عودناكم برنامج مورنينج لايف راح نتناول كل القضايا الاجتماعيه والقانونيه والصحيه ايضا، وكل ما مهم في الشارع العراقي وجميع المواضيع المهمه اللي ممكن نناقشها انا وياكم اكيد ويا ضيوفنا المختصين، حتى ينطوكم النصيحه المهمه اللي تقدرون من خلالها تسهل عليكم الحياه وأكيد تخلي جميع المشاكل على محمل، وتعرفون كافة التفاصيل عن كافة الأمور الاجتماعية والقانونية. يعني إذا عندك مشكلة قانونية في المحاكم ممكن نستعين بمحامي ويقول لك كل الأمور اللي ممكن تساعدك حتى تحفظين حقوقك بها. أيضا ما ننسى فقرتنا الجميلة أهم أحداث السوشيال ميديا مع زميلتنا طيبة عامرة، الأخبار المحلية والعالمية والعربية وترند الشارع العراقي أيضا على مدار 24 ساعة. يعني شكو خبر ترند راح يكون أكيد موجود على برنامج مورنينج لايف لمدة 24 ساعة، يعني الأخبار كلها يمنا حتى نناقشها أنا وياكم ويا زميلتنا طيبة عامر. أيضا ما ننسى أنه الأمور والمواضيع المهمة اللي هي متداولة في الشارع العراقي واللي تخدم المجتمع عامة وتسائل في كل بيت وفي كل عائلة، أيضا نأخذ الأمور المهمة اللي نناقشها. خلينا أنا وياكم نبدأ ونتعرف على مواضيعنا لهذا اليوم والأمور اللي راح نقضيها على مدار ساعة ونصف. أكيد خلينا بالبداية نتكلم عن الموضوع الرئيسي الأول. أكيد الموضوع الرئيسي الأول سواق التوك توك بين لقمة العيش والتهور في السياقة، ايضا موضوع جدا مهم اليوم نناقشه انا وياكم ونتكلم عليه بشكل كبير جدا. اليوم اصبحت التكاتك موجوده في الشوارع وفي الطرق السريع والطرق العامه وغيرها من الامور، والتدهور في السياقه وكثير من الامور. فاليوم راح نناقش هذا الموضوع انا وياكم اكيد عن قرب مع ضيفنا اكيد الاستاذ اكيد رئيس نقابه سائقي التوك توك في العراق الاستاذ حسين صادق. راح نناقش وياه الموضوع ونشوف كافة الأمور اللي تخص اليوم الناس اللي دائما تعمل واللي محتاجة اليوم بين حايرين بلقمة العيش، وبالتالي أيضا محاربة المجتمع وكافة التفاصيل اليوم أكيد راح نعرفها. الموضوع الرئيسي الآخر فرق الدراجات الهوائية وأهميتها والغاية من تكوينها، إذا راح نناقش أنا وياكم هذا الموضوع راح نتكلم عنه بشكل كبير اليوم أكيد مع آلاء محمد ممثلة عن فريق بايك ذات للدراجات الهوائية، وأيضا قاسم عزيز ممثل عن فريق بايك للدراجات الهوائية، أيضا راح نناقش لهم هذا الموضوع عن قرب. الموضوع الرئيسي الآخر أهم أحداث السوشيال ميديا مع زميلتنا طيبة عامر، أكيد راح نناقش كل الأخبار المحلية والعالمية والعربية وترند الشارع العراقي. أيضا اليوم راح نستمتع ونعرف اليوم المباراة بين العراق وإندونيسيا، وراح نعرف إن شاء الله التوفيق كله أكيد للعراق، وإن شاء الله يا ربي يفوزون بهذه اللعبة ويفرحون الشارع العراقي. أكيد الخبر التالي هو التاروت، وهو علم وبوابة لاكتشاف الذات والطالع، أيضا راح نناقش هذه المواضيع أنا وياكم أكيد مع رائدة وخبيرة التاروت وخبايا الأبراج. راح اليوم نتعرف على كافة الأمور، ومن عندنا ما يحب التاروت والأبراج وما يطلع اليوم إلا يقرأ الأبراج. خلينا أنا وياكم نناقش هذا الموضوع ونتعرف على تفاصيل أكثر عن التاروت والأبراج. الموضوع الرئيسي الآخر الاتكالية مرض يكسر أجنحة الشباب، أيضا هذا موضوع مهم اليوم نناقش أنا وياكم. صارت الموجة الأخيرة للشباب أبدا ما حد حير بمستقبله ولا أحد يفكر اليوم، بالتالي إحنا كل ما نكبر تكبر مسؤوليتنا تجاه عوائلنا تجاه حياتنا تجاه نفسنا، لكن اليوم الشباب عندهم اتكالية كبيرة على عوائلهم، هذا مرض وبالتالي راح يسبب له الفشل والأذية على المدى البعيد. أيضا راح نناقش أنا وياكم هذا الموضوع عن قرب مع الباحثة الاجتماعية الأستاذة زينب جواد. خلينا بالبداية نروح أنا وياكم الموضوع جدا مهم ونتكلم به عن قرب والناقشة اليوم شوارع بغداد متروسة بالتكاتك، خلينا نحكيها بالعامية، وبالتالي أكو البعض من عمم هذا الشيء من سائقي التكاتك يتصرفون بتصرفات جدا خاطئة ومشاكل وحوادث لا تعد وتحصى بسبب سائقي التكاتك، ويلاقون موجة كبيرة من الناس ضدهم وبالتالي كثير تصرفات خاطئة من قبلهم. لكن خلينا أن يكون نناقش هذه الأمور أكيد مع رئيس نقابة سائقي التوك توك في العراق. خلينا نرحب به الأستاذ حسين صادق، خلينا نرحب به ونقول له حياك الله ويا هلا بكم. يا هلا حياك الله، نورت برنامج. وعليكم السلام ورحمة الله، يا رب تكون بصحة وعافية. الله يحفظك إن شاء الله، يا رب تكون مرتاح. تشرفنا جنابي. شكرا جزيلا. هذه القناة السومرية الموقرة. شكرا جزيلا. الله يحفظك. اليوم الموضوع نحن مهم. نعم. اليوم عدد التكاتك في العراق كبير جدا. صح. والمشاكل أيضا كثرت.
اليوم بدنا نشوف احنا موجه كبيره من الضغط على سائقي التكاتك بشكل كبير، واخر الاخبار والضوابط الترقيم ومن غيرها والمسؤوليه والتفتيش اللي يواجهوها في جميع الشوارع. لكن اليوم كثره الحوادث والاسلوب اللي يسوقون به اليوم سائقي التكاتك وغيرها من الامور والمشاكل اللي هي لا تعد ولا تحصى، وانت اكيد على معرفه بعدد الحوادث اللي تسببها التكاتك. والعمر اليوم اللي يسوق التوك توك هذه جريمه الصراحه، هذه يعني احنا نشوف طفل 8 سنين 9 لازم له توك توك، هو رجله ما توصل خطيه ويا دوب يسوق التوك توك، هذه مشاكل الله يعين العوائل اكيد. لكن اليوم لازم تكون اكو رقابه، لازم تكون اكو اليوم اهتمام من هذا الجانب. لكن خلينا بالبدايه نتكلم عن موضوع مهم. اليوم اغلب سائقي التوك توك اللي نشوفهم همهم الاول هو كسب لقمة العيش، اللي هو ما مرتاح على مود جايب توك توك وطالع بيها مدى يتونس حتى يساعد عائلته ويعيلها. فاليوم هذا الاستعراض في السياقة والتهور يؤدي بحياته ممكن لا سمح الله إلى الوفاة. يعني ذاك اليوم كان أكو حادث في منطقة الدورة على شارع 60 قبل فترة، أبو توك توك ضرب الرون وجابوا السيارة ضرب بي، أدى إلى وفاة 4 أشخاص. ليش؟ بسبب سياقة أهل التكاتك. يعني عباك ما راكب دراجة يقول راكب طيارة ويبطمش بيها بالشارع. هذه مشكلة أدت بحياة ناس وعوائل وكثير تصرفات خاطئة. شنو السبب؟ بالبداية تحية جناب الست. موضوع الصراحة السياقة المتهورة وأغلبيتهم يعني أعمارهم صغار، يعني أعمارهم تحت سن ال 16 القانون بالضبط. احنا كنقابة صراحة قدمنا طلب للسيد مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي سابقا مدير المرور، قلنا له يا سيادة اللواء احنا نريد الإجازة السوق تصير من 18 سنة فما فوق، هذا شوية واعي ومرتب ويعرفوا لها. انتم اليوم لا اكو رقابة على هاي الشباب، يعني حتى البريك بالقوة يلوحها مثل ما تفضلتي زين. فهاي عتبها على الاهالي، انت شلون تخلي ابنك يطلع هيك بالشارع؟ انت ما تخاف عليه؟ يعني عمره 10 سنوات 12 سنه 15 تطلع للشارع. استاذ حسين صح حضرتك. نعم. تتكلم، احنا نتكلم على عوائل نقول ليش ما يخافون على اهلهم. خلينا نكون واقعيين. نعم. اليوم المناطق الشعبيه والمناطق اللي تكون تريد اي لقمه عيش ممكن تساعدها، تعتبر الولد من اول 6 سنين هو رجال وصاحب مسؤوليه. نعم. وبالتالي تهدى في الشوارع وراح يترك المدرسه، وبالتالي هذا الشيء دارج. نعم. عند اغلب العوائل، يعني ما لا راح تخاف عليه، قليل اقليه جدا تلقى. نعم. اليوم من العوائل انا اخاف على ابني وما اطلع، فمتخطين هذا الموضوع. لا، هو يعتمد على روحه ويعرف ويشتري له، موجود هذا في كل الناس، هذه مشكلة الصراحة. لكن اليوم حضرتكم اليوم كنقابة اللي عملتوا عليه أنه قدمتوا اليوم للواء اللي ذكرت حضرتك اسمه على مود يخلي اليوم حدود أو يخلي ممكن عمر محدد وقوانين تسير عليها اليوم. طيب اليوم ما استجابوا لهذه الأمور، قالوا ما يشرع بقانون لا يلغى إلا بقانون، يعني إلا مجلس النواب يصوت على هذا الشيء لأنه هو قانون ما يصير. قالوا لحد الان ما نقدر، احنا مو صلاحيتنا، صلاحيه مجلس النواب بخصوص هذا الموضوع. بخصوص فقط تكاتك يوم السياره، اي طفل ممكن يقدر يسوق السياره؟ ماكو مشكله. اجازه سوق اي الاجازه السوق لازم الدراجه الناريه، يقول لك هسه من 16 سنه فما فوق. 16 سنه هم صغير ترى، المفروض اكثر من هذا، لان اول شيء التوك توك او الدراجه ما بيها متانه، الدراجه مجرد هيك طسه، مجرد نحكيها بالعاميه ينقلوا بقبل زين. التيك توك كذلك ما بيها متانه، على اي ساعه تنقلب كذلك، هذه دوده يعني تفتر بيها أي على حال البايسيكل انا اشوف بالضبط. فهي لازم شويه يعني اللي يصعدها يكون شويه واعي وواصل السن القانوني. يعني اليوم استاذ حسين اغلب. نعم. انا اسميهم اطفال. نعم. سائقي التكاتك دون السن. نعم. القانوني واعمار جدا صغيره بسياقه متهوره، كثره الحوادث اللي سببوها والمشاكل اللي في الشوارع بطريقه مرعبه جدا. طيب الحل لهذا شنو؟ وين الحل اليوم؟ اليوم بدنا نشوف هذه الامور بشكل دارج. اليوم كل يوميه تسوء سياقتهم عن بعض، ضرب الرون يجي معاكس وفجاه انت تطلع تلقى السياره، يعني انا حرفيا انا وحده من الالاف اللي دا تحصل معاناه من يعني الله يعينهم هم يا دوب اللي هو ما طالع يتونس. لكن اليوم ليش ما اكو قانون او اليوم تسوون رقابه تامه اليوم او عقوبات حتى تقدر هذا سائق التوك توك يصير
بنظام السير المحدد له. طيب هذه الشوارع العامة اللي يطلع على السريع، هل ممكن أنت توك صغيرة تمشي بنص سيارات وأنت يا دوب السرعة جي السرعة المحددة لتوك توك؟ 80. فبالتالي ما تقدر السوق أي ضربة خفيفة أنت ممكن تأدي بحياتك أو ممكن السبب. طيب هل مقبول اليوم سائقي التكاتك يسيرون في الطرق السريعة العامة؟ ست بالبدايه هم احنا دائما من نتكلم انه ما نشمل الكل، احنا حاليا عندنا ناس خريجي، ناس واعيه أكيد. يعني ناس لحد الان طلاب جاي يدرسون ويشتغلون بالتكتك. نعم. هاي النسبه القليله هي اللي شوهها سمعه اصحاب التكتك بالضبط. بالشارع صح. زين، فاحنا دورنا كذلك ست اجاوبك على سؤالك انه السريع مال محمد القاسم والدوره وكذلك يعني مال القناه همه ممنوع انه يصير عليها بالتكتك حسب بيان الرقم 2 لسنه 2023. نعم. للمرور هذا البيان نزلوه، فممنوع مخالفه اي شخص لين بسبب انه ما بيها متانه ويصعد ويا عوائل، فنمنع مجرد على الجسور يعبر بس على الجسور من شرق القناه الى هالاماكن. اما بخصوص الشباب احنا جايين نشتغل على توعيه هاي الشباب وما عايفينهم ومستمرين احنا دائما دورات توعيه كذلك، وهسه عندنا مشروع ان شاء الله بالايام القادمه بتعاون مع مديريه المرور راح نسوي دورات مديريه المرور العامه ونجمع الشباب كل اسبوع نجمع لنا عدد راح يدرسونهم على الاشارات المروريه على احترام الشارع، عسى او لعل نقدر نغير ولو نسبه قليله من السلبيات اللي بالشارع. برايك اليوم سائق التوك توك من يقول له لازم تروح لهذا الفلان المكاني اكو دوره، هل الجميع راح يروح؟ يستقبلونه يروحون. نعم، مو جميع، ما اقول لك الجميع بس نسبه من يومهم يروحون. طيب اليوم حضرتكم اليوم كنقابه اليوم لسائقي التكاتك في العراق عامه، هل اليوم توجد نقابه رسميا موجوده اللي هي تسير وتدير كل الامور تقدم النصائح؟ اليوم كدوركم الفعلي شنو هو؟ بالبدايه سبت احنا كنقابه احنا مسجله بالاتحاد العراقي نقابات العمال. حضرتكم نقابه رسميه؟ نعم. احنا حسب قانون وزاره العمل رقم 37 لسنه 2017 نشتغل عليه حريه تاسيس النقابات. تمام، احنا نقابه عماليه وليس نقابه مهنيه، اكو نقابات عماليه واكو نقابات مهنيه. احنا بالنسبه لنا تابعين للاتحاد العراقي نقابات العمال. احنا دورنا تاسسنا حتى ننظم هاي الشريحه، احنا عملنا كل هذا تطوعي. تمام. من 2021 لحد هذا اليوم احنا نشتغل بهذا العمل التطوعي من اجل تنظيم هاي الشريحه والحمد لله والشكر. سابقا ستعرفين انه سالفه اللوحات المروريه هي من زمان من 2020 الدوله علنت عليها يا بسجلوا ما ادري شنو ما حد سجل نهائيا. هذا اللي الحمد لله والشكر احنا تدخلنا وقعدنا ويا السيد المعالي وزير الداخليه ودعمنا بهذا الموضوع، واحنا مجرد اعلنا على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك نزلنا للشارع وصارت حمله مو طبيعيه. اذا لاحظتوها اخر فتره اللي صارت مواقع التسجيل يعني حمله مو طبيعيه، شباب اعداد كبيره خلت لوحات مروريه. بسببنا احنا وكذلك حث الشباب على وضع لوحات مروريه والحمد لله والشكر بارك الله نسبة كبيرة انه خلوا لوحات مرورية. نعم. طيب خلينا انا وياك نروح نشوف هذا الاستطلاع اكيد مع زميلنا علي خشان حول موضوع اليوم سواقة التوك توك بين لقمة العيش والتهور في السياقة. خلينا طيب نروح ونشوف اراء الشارع العراقي ونرجع ونكمل اكيد برنامج مورنينج لايف وياكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج مورنينج لايف، استطلاعنا لهذا اليوم بخصوص سواقة التكاتك بين لقمة العيش والتهور في السياقة، فخليكم يا لمعرفة اراء المواطنين بخصوص هذا الموضوع. كلهم 99% من سواق التوك توك هم ناس يعني متهورون، يعني ما يعير أهمية لا للعابر لا للكبير لا للمرأة لا للطفل. يعني أنا يعني لحد الآن لم أرى سائق توك توك يعني احترمني عندما أعبر الشارع. حكينا ونبهنا انه سواق التكاتك اغلبهم من الاطفال وهذا خطا جسيم هذا، وبعدين هم متهورين اغلبهم يعني عكس السير يسوون ارباك بالشارع ارباك المواطنين، ف يعني 90% او اكثر من 90% هم ناس جهله ناس يعني ما اقدر اقول لك وللشوارع لكنهم ما ملتزمين. جنابك الكريم لا تصور شارع الجمهوريه شوف انه اكثر التكاتك هي عكس السير.
ما انظار مديرية يعني عناصر المرور، اعتقد انه الموضوع يعني بحاجة لإعادة نظر. احنا مع انه الكل انه يعمل من اجل كسب لقمة العيش، ولكنه على وفق ضوابط معينة. لماذا يحاسب سائق الأجرة؟ لماذا يحاسب سائق السيارة الخاصة ولا يحاسب سائق التوك توك؟ الذي يسوق التوك توك يجب ان يكون من 25 فما فوق، رجال متكاملين حتى يفهم الشارع شنو ويفهم المواطن شنو. احنا هسه اطفال عمره 6 سنوات 7 سنوات يسوق التيك توك، وهذا فالضرر على الشارع وعلى المجتمع كله. يعني هسه انتم بديتوا تسجلون التيك توك، يعني لو بعد يسوون لهم قانون، يسوون لهم فد اجازه سوق لهم، يقول له بانه هذا اذا سويت هيك هذا خطا، هذا ممنوع، هنا الوقوف، الدخول هيك ممنوع. احنا بعد هذا صار واقع حال التوك توك بالعراق. مشاهدينا الكرام، مثل ما استمعنا لاراء المواطنين بخصوص هذا الموضوع، فلا هنا ينتهي استطلاعنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وهذه عوده الزملاء بالاستوديو مورنينج لايف. شكرا لك زميلنا علي خشان على هذا الاستطلاع، وشفنا اراء الشارع العراقي. وخلينا نرجع اكيد ويا ضيفنا استاذ حسين. اليوم شفنا اراء الشارع العراقي، اليوم بدنا نتكلم على نحو مهم جدا. اليوم احنا مو فقط انه خايفين على اصحاب السيارات، انما هو حياه اليوم السائق التوك توك بشكل عام. لكن خلينا نتكلم على موضوع اخر. اليوم الجميع اثبت انه ذكر لك في الاستطلاع، ما شفت واحد ذكر اهل التكاتك. نعم. قلت انت فعلا مو زين عم على الجميع، يعني لو اكو 2-3 طاق 99%. نعم. فاليوم اللي ذكر اليوم الشارع مسيء جدا اليوم، والجميع يتمنى يتخلص من اهل التكاتك وبهذه الطريقه. نعم. لكن اليوم احنا بدنا ننتبه على نقطة معينة، السياقة المتهورة والاستهتار بأرواح الناس وكثير من التفاصيل يعني. لكن اليوم الأخلاق والأسلوب اللي دا يتكلم، اليوم احنا السياقة هي فن وذوق وأخلاق. اليوم أهل التكاتك يعني مع الأسف البعض منهم لا ذوق ولا أخلاق. اليوم دا تشوف ممكن يتجوز على مرأة بالشارع، ممكن يتجوز على عائلة. طبعا هذا لسان الناس اللي طلعوا بالتقرير اليوم اللي يتكلمون، ومواقع التواصل الاجتماعي واللي دا تنقل اكيد من الفيديوهات الموجوده على المواقع والاسلوب اللي يستخدمه سائق التيك توك. طيب اليوم هل اكو عقوبات؟ هل اكو تدريب؟ انت ذكرت لي اكو دورات، لكن انا اشوف السائق التيك توك اللي دا يتجاوز بالشارع على مراه او اللي دا يعرض حياه اخرين للخطر واللي هو عمارهم تحت السن القانوني ودا يختلط بموجود مجموعه من اهل التكاتك، هل ممكن راح يروح ويتلقى دوره تعليميه على مود يرتب نصائحه ويستعمل انه هيك الاشارات او الطريقه الايجابيه؟ طيب اليوم هل اكو رقابه؟ هل اكو عقوبات تنفذ على اهل التكاتك اليوم بسبب اسلوبهم في السياقه المتهوره والاستهتار وعدم الاخلاقيه والمهنيه في سياقتهم؟ بالبدايه ست يعني صراحه على هذا الاستطلاع الراي يعني ما اعرف، اغلبيتهم شياب، ما اعرف ايش عندهم ويانا الشياب. اليوم حتى مواقع التواصل الاجتماعي صراحه مو بس الشياب، للاسف الناس تحرض على هاي الشباب. هسه ما يخالف هو حتى لو مو زين، خلي احسن ما يتوجه للطرق الغير قانونيه، المخدرات والكريستال ترست البلد. ترى حضرتك اليوم صح فعلا، انا قاطعك بخير، تدري اليوم اغلب ساقي التكازوك اللي موجوده الدورات في الشارع بعيدا عن الكريستال والمخدرات والامور، اليوم حتى اليوم بدنا نحكي على الشريحه اليوم معينه. اليوم تنكر انه حضرتك اليوم الكل زينين؟ مو الكل، لا 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 لا، هسه بكل مكان جيت تعطي نسبه يعني تقريبا مو زينين يجوز 10%. الحجة 99 الحجة هذا ظالم بخته. لا ما يصير، عندنا ناس خريجين الله يسعدهم. هاي العشرة بالزينين زينين قصدك؟ 10 لا لا 10 مو زينين، التسعين زينين. 90 زينين؟ اي هاي العشرة عليك الله دليني. هاي لين جماعتك حضرتك؟ لا لا بالعكس بالعكس، مو لين جماعتك بس انا اليوم اللي ويانا اللي الناس اللي جاي تجي ناس خريجة، ناس ملتزمة، ناس طلاب. احترامنا على الجميع اللي كلهم رايدين لقمة العيش مبارك. أما هذا المشكلة هو يعرف نفسه سائق التوك توك. نعم. اللي يعرف نفسه هو سائق متهور. نعم. يعرف نفسه عنده أي أخلاقيات مهنية. نعم. في السياقة وغيرها من الأمور. نعم. الجميع يعرف نفسه. نعم. هذا الكلام ما مشمول للجميع. نعم. اليوم السائق المحترم واللي طالع فعلا يريد يعيش هذا. نعم. واحد. أما السائق اليوم اللي مستخدمها وسيلة للمتعة، لأن يعني هو مثل ما ذكر الطفل. نعم. وبالتالي ما عنده أي دراية عن السياقة. يعني اليوم الحوادث اللي تصير كارثة، التعرض لا. نعم. يعني ما يفتهم انه هذه ابنية، ما يقدر يعني. انا صار وياي حادث ذكرت لك. نعم. يعني انا الحجي وياي وفر والسير كله واقف، وهو اجى من دون العالم طاير
لو مضاربه اني بريك كان هو طاير لي فوق وموت نفسه وموتنا. نعم. هذه مفروض عقوبه يتعاقب عليها. نعم. هل اليوم ذكرنا بعض الاحيان انه اكو مناطق منع الدخول التوك توك. نعم. اليوم هل اليوم مديره المرور العامه انطت الصلاحيه للمناطق بدخول التكاتك وخروجها؟ ست بالبدايه بخصوص الحادث اللي سولفت عليه هسه هذا مخلي هذا واحد كل يومية يصير وياه. نعم هذا مخلي لوحات تلقينا جوز ما مخلي لوحاته ومخلي ما اعرف بس اذا مخلي لوحه تقدرين تجيبينه من خلال اللوحه اذا دعم السياره. نعم. وطفر تقدرين تاخذين صوره للرقم مالته وتقيمين عليه دعوه كذلك هواي امور فهاي فائده الرقم اللي احنا مشينا بها. اما موضوع المنع اول شيء ما يحق لاي شخص يمنع توك توك. نعم. من دخول فلان منطقه هاي قانون موجودة هذه في أغلب المناطق قانون هاي إحنا صراحة راح نشتغل على هذا الموضوع وما نسمح أي منطقة تمنع التوك توك ما دام مسجلة ورسمية وبيها لوحات مرورية صادرة من الدولة. اليوم الشارع ملك عام مو ملك خاص. نعم. لا ملكي ولا ملك أي شخص. نعم. ملك عام للكل. أنت اليوم على أنا باشر عقبهم راح أنصب سيطرة بالمدينة وما خلى أبو السيدية يدخلي وما خلى أبو العظمية شكو إحنا نتعامل هيك. أنا مع الأسف والله تعجب على القوات الأمنية القوى الماسكة اللي تمنع عدة لوحة مرورية سوى شيء تقدر تجيبه من خلال لوحة مرورية ما عدة لوحة مرورية أمنعه من هاي المنطقة ما خليه يدخل زين أنتم على شنو حسدتم منعتوه من السيدية من العظمية زيونة هاي نائبة مدري منين إنه بجايتنا مانعت لين والله ساكنه بزيونه انت منو انت حتى تمنعين هذا الموضوع استاذ حسين احنا بعيدا عن هذا الكلام. نعم. اللي كله لصحه الموضوع. نعم. احنا نعمل انه هذا الهدف من البرنامج نوعي جميع سائقي التكاتك بشكل. نعم. عام انه يسوقون بشكل مهذب يحافظون على حياتهم. نعم. يعني بالتالي هي مو اليوم سياره فاليوم ممكن القله عموا على مثل ما حضرتك قلت انه الجميع ممتاز لكن توجد نسبه قليله ممكن هم اللي نصادفهم من الاقليه. نعم. اللي عموا على الباقين هذا شكل. فبالتالي اهل المناطق بالتالي بزعوا من الحوادث والمشاكل فبالتالي اتجهوا هذا الاتجاه اكيد نامل ان شاء الله تتغير هذه الامور والمشاكل اللي تحدث وان شاء الله السلامه للجميع. شكرا جزيلا لحضرتك اسعدتنا بوجودك. الله يخلي ست بس قبل الختام لا ما نعم احنا هسه حاليا حتى حاربونا موضوع المحطات الوقود ما جاي تنطب بنزين لا بالتكتك ولا بالدراجه اريد اعرف شنو السبب هاي المحاربه يعني مدير شركه المنتجات النفطيه يريد يوضح لنا على اساس ان اليوم انتم المحطات مال وقود تمنع اعطاء البنزين الى اصحاب التيك توك والدراجات. نتمنى ان شاء الله من الجهات المعنيه تسمع اليوم. نعم. هذه المشكله وتعيد. نعم. النظر في التفاعل مع هذه المشكله وتحل هذا على اقرب وقت. نعم. بالتوفيق لك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. اكيد ان وياكم وصلنا الى نهايه موضوعنا عن سياقه التكاتك ما بين التهور اليوم والامور والمشاكل اللي جميعها تخص. اكيد احنا من هذا البرنامج ننصح كل سائق توك توك انه اليوم يتمشى بشكل سلس يتعامل مع العوائل بشكل محترم جدا واكيد حياتك انت ابدا هي مو سهله فبالتالي لا تتهور وتفقد حياتك وبالتالي تاثر وتفقد حياه الاخرين. خلينا ننتقل الى موضوع اخر اكيد فرق الدراجات الهوائيه اهميتها والغايه من تكوينها خلينا ننتقل الى هذا الموضوع اكيد ونناقشه على الاكثر انيكم مع ممثله عن فريق بايك داد للدراجات الهوائيه الاستاذ قاسم عزيز وايضا الممثل عن فريق بايك للدراجات الهوائية مع ضيفتنا الآلاء محمد. خلينا نرحب بها ونقولها حياة إن شاء الله ويا هلا بيك ومية هلا حياكم الله حياكم الله نورتوا برنامج مورنينج لايف يا مساء النور يا كل الهلا بيكم استريحوا يا رب تكونون بصحة وعافية يا هلا بيكم. أنا ما شفت عنصر نسوي وسياقة الدراجة الهوائية يعني كيفت والله كلش أحب سياقة الدراجات الهوائية وشيء جميل هي الصراحة للصحة وللبدن وثقافة حلوة اليوم بازدحام أكيد أعداد السيارات الهائلة اللي موجودة لكن إن شاء الله نوصل لمستوى اليوم في مجتمعنا يتقبل سياقة المرأة بشكل سلس وما تصير لها أي ضغوطات وغيرها من الأمور. بداية رحب بكم حياكم الله يا رب تكونون بصحة وعافية. اليوم موضوعنا حلو عن الفرق الدراجات الهوائية. اليوم حضرتك ست آلاء اليوم ممثلة عن فريق بايك داد للدراجات الهوائية أيضا حضرتك اليوم ممثلين بشكل عام. اليوم بالبداية خلينا نسأل اليوم ست آلاء اليوم شلون تأسس هذا فريقكم كيف أسستوا الفريق ومنو اليوم كان صاحب الفكرة؟ تأسس فريق بايك داد في زمن كورونا سنة 20 مجموعة أصدقاء هم كل واحد الفكرة كانت مولودة بداخله فانجمعوا كأعضاء يعني متعددين وكونوا هذا الفريق وبدأ صغير وكبره مرور الوقت
طيب استاذ قاسم، بما انه السؤال شويه نسوي خليني اسالك لك اليوم. اليوم دور العنصر النسوي داخل فريق حضرتك اليوم حضراتكم، شلون كان دور هذا الفريق وشنو دور المراه اليوم في هذا الفريق؟ بدءا تحيه لجناب الست بلسم وتحيه لها مشاهدين قناه السومريه الكرام، وبالخصوص الى فريق بغداد الاعزاء. فريق بغداد مثل ما تفضلت كابتن آلاء تكون بشكل عفوي، لكن جذور هذه الفكرة كانت موجودة سواء كان في العنصر النسوي أو في فيما يخص الرجال. هذه المسألة هي رياضة روحية، إحنا بداخلنا جذور هذا الموضوع كانت متواجدة، بالرغم إحنا هسه حاليا بالرغم إحنا أصدقاء ومثل الأخوة أصبحنا، لكن قبل تكوين الفريق كنا ما حد ما يعرف الثاني سواء كابتن حسان. حاليا صرتوا عائلة. أحسنتي بالضبط. ونوجه تحية لكابتن حسان العزيز رئيس الفريق. فقبل لا يتكون الفريق أنا شخصيا كنت عندي هذه الفكرة ويا أصدقائي بشكل مبسط، وكابتن حسان أيضا عنده ويا هذه الفكرة، جذورها الفكرة كانت موجودة عنده. جميل. التخاطر الفكري والروحي صار بيناتنا نتيجة توسع هذه الفكرة بداخلنا، فقمنا نبحث بالأنترنت، واحد يبحث عن الثاني، إلى أن التقينا. بالنسبة لي التقيت بالفريق بالجولة رقم 8. الجولة رقم 8 طورناها وطور الفريق إلى ما وصل إليه. نرجع إلى سؤال جنابك فيما يخص العنصر النسوي. أي تكوين أو أي تشكيل لازم يحتوي على مصدر قوة ومصدر جمال. الجمال ليس فقط الهيكلي، المرأة تعتبر الجزء القوة فيما يخص الكون كله، وهي تقريبا هنا مثل ما يقال هي نصف المجتمع بشكل عام. فكيف فيما يخص الرياضة، الرياضات النسوية موجودة كثيرة فيما يخص الميدان العالمي. فريق بغداد كون عائلة، العائلة لازم تكون من جانب العنصر كأخت أو أم أو بنت. فدخول العنصر النسوي للفريق أضاف جمالية وقوة في نفس الوقت. مرور الزمن الفريق تطور أكثر وأكثر وأصبح تأثير الجانب النسوي كعطر يضاف إلى الفريق. نعم. طيب سأسأل اليوم، خلينا نتكلم عن المشاركات اليوم اللي شارك بها فريقكم. شنو هي المشاركات اليوم اللي شارك بها فريقكم من سباقات، من اليوم مهرجانات محلية؟ كيف شاركتوا بهذه السباقات والنشاطات هواية؟ نعم. على مدار 3 سنوات، من ضمنها النشاطات الأولية اللي هي كل أسبوع يومين جولات داخل بغداد كرخ ورصافة، وأيضا مع مؤسسات مجتمع مدني مع وزارة الشباب والرياضة، أكيد هي الداعم همين الفريق، نحن مسجل فريق نعدهم مع وزارة الصحة، كان عندنا ماراثون عن سرطان الثدي مع البيئة، أكثر من نشاط في أمانة بغداد، إضافة إلى المخيمات الترفيهية والتثقيفية كانت في المدائن وفي الزوراء ونشاطات كثيرة. اليوم من الأكثر عدد النساء أو الرجال؟ أكيد الرجال أكيد. الرجال قوامون على النساء لأجل حمايتهم. لازم تحموهم. لازم اليوم نحمو. كم عدد النساء الموجودين بالفريق؟ بشكل عام أكثر من 30 عضو. والرجال؟ الرجال فوق 100 يمكن. رجال 300. ما شاء الله. يعني لازم تداروهم عاد كل طبعاً. حماية خاصة وعدم تعرض في بؤبؤ العين. الله يخليك ما شاء الله. لكن الفعالات مع الفريق ونطلع دائما ويا الفريق تقريبا بالستة، وإن شاء الله يزيد، لأن إحنا رسالتنا إنه نخلي المرأة تكسر هاي النمطية. بالضبط. نعم. والمجتمع لازم ينظر لهذا الرياضة. نعم. وسيلة النقل بصورة حلوة. بالضبط. اليوم شوف في أغلب الدول اليوم عدد ازدياد السكان، هذا يؤدي إلى عدد ازدياد متطلبات الحياة، وبالتالي أعداد السيارات بشكل كبير جدا. اليوم شوف أغلب الدول الجميع حتى المدرس مهما كانت اليوم رتبته في العمل يروح بالبايسيكل ويرجع، أولا صحيا ورياضة، ثانيا أنه هي وسيلة جيدة، يعني أنا تمنع اليوم تحافظ على البيئة، تقلل من الازدحام وغيرها من التفاصيل. اليوم أنا أشوف الدراجة الهوائية جدا جميلة، لكن شوي إحنا مجتمعنا شوي نحو النساء اليوم بدأ شوية يتقبل هذه الفكرة، أكيد مو كل المناطق، فاليوم توجد في مناطق عديدة وإن شاء الله ينكسر هذا الشيء بالضبط. لكن خلينا نتكلم أستاذ اليوم الجولات، هل عندكم جولات اليوم خارجية محلية تطرعون مثلا نقولون اكو؟ شفت احد من الفرق انه ذكر انه ينتقلون سفرات اليوم حول العراق جميعا، يعني يطلع يخلي جنونته ويطلع حول من البصره للبصره للعماره وغيرها، يتنقل عبر المحافظات، فاليوم عندكم هيك جولات؟ عطفا ما تفضلت به زميلتي كابتن آلاء،
احنا الجولات الروتينية اليومية هي الأسبوعية هي مرتين بالأسبوع، هذه الاعتيادية من 30 إلى 40 كيلو نرفع النشاط البدني للجسم. وعندنا الجولات التحملية احنا نسميها التحملية، نخرج بها محافظات، رحنا البابل 4 مرات، كربلاء، رحنا الفلوجة 2، الحبانية، وكثيرة ما يسع الوقت احتراما لوقت المشاهد. شكرا طبعا جزيلا. فمن ضمنها احنا من ضمن طموحاتنا هي الجولات الإقليمية على المستوى الإقليمي والجولات العالمية. لحد الآن كفريق بشكل كامل ما توفرت الفرصة، لكن جذور هذا الموضوع ولوجستياته والتنظيم له كله جاهز، منتظرين أي فرصة للتحليق. يعني الجناح موجود، يعني إحنا موجودين، الجناح موجود. موجودة والتايرات منفوخة بشكل زين بالضبط بأي لحظة، بس الأوكي إحنا رأساً نحلق ما شاء الله عليكم. أما فيما يخص المحافظات، عندنا بعض الأعضاء من الفريق طلعوا، طبعاً موضوع الخروج بالجولة التحملية مو هين ولا مجرد كلام، يراد له حسابات دقيقة، مثل ما الكرة الأرضية تتحرك بدقة، هذا الفريق من يريد يتحرك إلى مستوى أكثر من 100 كيلو يراد له دقة. لذلك بعض الأعضاء من فريقنا 3 إلى 6 أشخاص طلعوا عندنا طلعات إلى مستوى 450 كيلو، بهم راحوا للموصل وقعدنا راحوا للبصرة، لكن العدد مالتهم يكون مناسب. ليش؟ لأنه هذا عنده لازم يكون عنده خبرة عالية في التعامل مع هكذا مسافات. بالضبط. نعم، فترتيبنا بهذا الشكل هو يكون، ومتحضرين احنا لاي وضع مناسب لعبور الحدود العراق. وهذه من جنابك نوجه نداء الى الجهات المعنيه بان يسهل امور الفرق للطيران مثل ما اقول التحليق. ان شاء الله ان شاء الله كذا الجهات المعنيه تاخذ هذا على محمل الجد. شيء مفرح اليوم، اني اغلب من اكثر الامور اللي اطلع واني راجعه اشوف مجموعه لابسين زي لفريق معين، هذا شيء يعطي صراحه راحه للشخص بالامان، انه ده نشوف ناس تحب هذه الرياضات. البعض راح يشوفهم ممكن شخص صغار يروح يريد يشترك، ممكن هذه غيره مطلوبه، هي الغيره المريوده على قولتنا. اليوم الهدف الرئيسي من تاسيس الفريق شنو هو استاذ قاسم؟ الهدف الرئيسي من تاسيس الفريق اللي قبل شوي حضرتك تفضلتي بيه، زرع ثقافه الدراجة الهوائية، زرع ثقافة صداقة البيئة. يعني البيئة موجودة داير مدايرنا، ليش ما نصادقها؟ ليش غطية دائما تباع علينا تقول ليش تعايفيني؟ صادقوني، اقتربوا من عندي، بعدوا عني هذه الغازات السامة، قللوا هاي السيارات اللي دا تأذين، اللي بالأخير هي دا ترجع الأذية علينا. صديقنا من يكون البيئة اللي هي تحمي جميع العالم، احنا دا نحمي نفسنا. فأساس وجودنا وهذه الرياضة هي لأجل نشر ثقافة الدراجة الهوائية. أنا عن نفسي عطفاً على كلامك اللي تفضلت به، أنا مدرس إعدادية، وطلابي يعني إعدادية شباب كبار، فأنا صار لي تقريباً 4 سنوات أروح للمدرسة بالدراجة الهوائية. والله أحسنت. أي فشوي شوي أصبحنا 5 مدرسين إحنا نروح بالدراجة الهوائية. أوجه تحية للمدرسين جميعاً خلال جميعاً قناتكم، وأحثهم على المزاولة هذه الرياضة والذهاب إلى عمل بدل ما ناخذ بارك ومساحة وبنزين وجهد. دراجة صحية. نعم. ورياضة وفايد جسمي وفايد البيئة، حتى التفاؤل. أنا من الصبح أروح الهواء مال الشتاء، من يعني ما الشتاء مو من الصيف احنا لا بالصيف عطلة باعتبار عندنا بالضبط صح. فمن أروح منتعش. إذا تسمحي لما ناخذ من وقت المشاهد، رياضة الدراجة أثرت على علاقتي بطلابي بشكل إيجابي أكثر. قد ما أنا علاقتي بهم طيبة، لا حسيت نفسي هاي السنتين الثلاثة أصبحت أقرب إلهم من السابق. بالضبط صح أحسن. لأنه قمت أشعر شنو معنى أنا يومية أطير. أكيد. يعني واحد يومية يطير شيء حلو. فعلا. خلينا نشوف، راح نستعرض بعض من الصور أكيد اليوم، هذه لو نتكلم عنها تقدرون تندارون أكيد وتشوفوها على الشاشة الآن. هذه بعد من الرحلات اللي ومحتوني عنها، هذا الماراثون وين صار هذا؟ بجامعة بغداد. جامعة بغداد. هذا صار في يوم العالمي للدراجة الهوائية في جامعة بغداد تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة. اليوم هذه الإعداد واللوجستية في الترتيب، بدنا نشوف الالتزام بالزي والنساء موجودة، هل اليوم شنو الطرق اليوم لتهيئوها للمهرجانات؟ شلون إعداداتكم تكون؟ طبعا اسمحينا من خلال قناتكم نوجه تحية إلى فريق ذوي الهمم اللي هم أكثر ناس باعتبار يعني بذلوا جهد كبير لمشاركة في هذا الماراثون. تحياتنا لهم ما شاء الله، الصراحة يعني هذا إبداع بحد ذاته، مصدر فخر اليوم. فخر بالضبط.
واليوم يحفزون يعني يقطون للمقابل اليوم ليش أنت ما تشارك؟ إحنا دا نشارك ودا نبذل هذا نبدأ عن التفاؤل. بارك الله بك. أطلقنا هاشتاك هاشتاك على فريقنا المحركات البشرية. جميل. هدينا هذا الهاشتاك لفريق ذوي الهمم لأن فعلا هم محركات بشرية. نعم. الدراجة الهوائية يقودوها بإيديهم. أحسنت. كانوا مميزين يعني يستحقون المركز الأول والتكريم تحياتنا الأول. تحياتنا لهم. تحياتنا. نعم. يا رب إن شاء الله الدعم من الجهات المعنية لهذه الفئة المهمة في المجتمع. اليوم أيضا هذه بعض أيضا من الصور لبعض. نعم. الشباب اليوم الجميع ملتزم بالزي. الإعداد اللوجستي كيف يكون اليوم؟ الاهتمام هذا الزي منو يوفره؟ منو المسؤول؟ هل اليوم دعمكم من خاص الصرفيات الأمور كافة التفاصيل اللي تخص هذه المهرجانات وهذه اليوم العدد الكبير منو اللي يهتم بهم؟ احنا بشكل عام قبل فترة كان تمويننا ذاتي والحد لا زال تمويننا ذاتي فيما يخص اللوجستيات وتفاصيل الملابس لحد ما قبل سنة وقعنا عقد مع شركة إيرلينك المحترمة وجهزونا بخوذة وجنطة وهذا الدريس يعني الجميل. اليوم في دعم من بعض الشركات السبونسر. نعم. في. نعم. بعض من المهرجانات اليوم أنا أشوف ما شاء الله البايسكلات واحد أحلى من الثاني أكيد يصير بيناتكم طروحات منو العدة أفضل بايسكل منو اللي مسوي إكسسوريز حلوة أفضل ذكر يوم أنا هم شفت فت بايسكل براند معين كلش حلو اليوم عندكم هذا الحافز. هذه بعض الصور اللي ظهرت الآن في. نعم. الشاشة محفزة جدا وجميلة اليوم عدد كبير وهائل كم عدد اليوم الأشخاص الموجودين من ذوي الهمم أيضا من الأشخاص الموجودين في المهرجان بشكل عام تفضلي. نعم لا اكيد راح تفضل ليديز فيرست دلالات والله انا راح اجي انضم وياكم بعد اكيد هاي دعوه اني قلت بنهايه البرنامج يتوجه للدعوه لازم لازم اكون موجود اعتبر نفسي حاضر ثاني كابتن بلسم ها هي خلاص انا بايسكل اعرف خلاص انا بعد كابتن بلسم نورين اكيد الله يخليك ذوي الهمم كان عددهم 10 وهو فريق مختلط شباب ونساء وكل التقدير لهم وكابتن الفريق كابتن ناظم هو اللي يدربهم دائما والفرق الباقية من محافظات عديدة من البصرة جميل. من كركوك ما شاء الله يعني جايين من محافظات. نعم. على مود المهرجان. نعم. بارك كل الله كل محافظات تقريبا. نعم كانوا مشاركين. طيب أستاذ قاسم اليوم شنو الأهداف اللي حققتوها بخصوص اليوم هذا المهرجانات وغيرها من الأمور شنو الأشياء الإيجابية اللي حققتوها من السباقات والدراجات الهوائية وغيرها من الأمور اللي تخص هذا المهرجانات؟ طبعا مع اعتزاز والاحترام من جميع الفرق اللي موجودة حاليا اللي سبقتنا وما كان عليها مسلط الضوء واللي ظهرت بعدنا بس فريق بايقداد من ظهر على الساحة سحب الأضواء جميع الأضواء المعنيين وغير المعنيين بالموضوع ووجهها إلى هذه الرياضة فنظمها بشكل أصبحت الدراجة الهوائية مو مجرد عفوا تايرين وأصعد أو مجرد شخص ما عنده شغل وعمل بتعبيرنا المجازي وأطلع لا أغلبنا متباع عندنا رئيس قسم بوزارة المالية عندنا كاسب عندنا بعض ميعوف المحل مالته ويجي يعني جايين لأجل هدف هذا الهدف هو نشر الثقافة هذه الدراجة الهوائية اللي سابقا ذكرتها الفرق اللي انبثقت هسه مع جل الاحترام والتقدير نتيجة الفكرة الأساسية اللي فريق بايقداد نظمها نظم البايسيكل من خلى بايسيكل بصف بايسيكل أصبح عبارة عن رتل أو سرب مال الطيور صرف صقور احنا نسميه يمشي على الارض فلفت الانظار وقال يابا نرجع ونقول يابا صديقتنا البيئه محتاجتنا واحنا كنا ابناء هذا البلد وعراقنا يحتاجنا فالاساس هو زرع هذه الثقافه اكيد. نعم. كلمه اخيره استاله حابه توجهيها نصيحه الى المشاهد اكيد. نعم. اذا حابه تقدمي حابه اوجه نصيحه لكل سيدات المجتمع العراقي خاصه اقول لهم انطلقوا لا تهتمون الكلام الناس ولا تهتمون الانتقادات لأن إحنا بتطور سنة 2024 والرياضة عمرها ما تكون عيب كسروا حاجز النمطية والروتين الممل البيتي وانطلقوا لممارسة رياضتكم لأن الرياضة وقيادة الدراجة الهوائية هي استشفاء تام من كل الأمراض ومن الضغوطات النفسية وهي ترفع هرمون السعادة عند المرأة بالضبط بالضبط شكرا. نعم. أحسنتي أكيد أستاذ قاسم إذا عندك كلمة توجهها أيضا أكيد. للشباب اليوم وجهت لنا ساعة أعطيك لازم توجه للشباب أنا ندائي للعالم ككل أقول ماكو في يوم من الأيام عالم كان يسوق سيارة واكتشف النظرية طبعا. لكن أينشتاين اكتشف النظرية النسبية وهو يقود الدراجة الهوائية يجوز هذا الشيء ما حد ما يعرفه فلذلك أقول رجاء تركوا السيارات
وروح على البايسيكلات ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا لحضراتكم، اسعدتموني بوجودكم، عباره عن طاقه ايجابيه فعلا، وان شاء الله اجي لازم ازوركم نورينا، لازم أكيد اشوف لي بايسيكل. هذا اللطف وهذا الجمال اكيد ينورنا. شكرا جزيلا، اسعدتوني، شكرا جزيلا. اسعد، شكرا. اكيد انا وياكم وصلنا الى نهايه موضوعنا عن اليوم، سياقه الدرجات الهوائية. اكيد انه هي مفيده جدا للبيئه، ولازم اليوم هذه رياضة مفضلة وتفيد أغلب اليوم الأشخاص الموجودين، فخلينا نروح ونتجه على هذا النحو. لكن خلينا ننتقل إلى فقرتنا الجميلة، وهي أكيد جميلتنا طيبة عامر، أهم أحداث السوشيال ميديا. خلينا نشوف الأخبار المحلية والعالمية والعربية والرياضية أيضا، وخلينا أكيد نشوفها ونقولها يا هلا ومية هلا. يا هلا، شنو هذا الجمال والسمائي؟ يعني شوي احنا أكل اليوم تقارب بالألوان. مساء لا الخير والعافية، يا مساء النور، يا مساء الجمال. شلونك؟ يوم خميس سعيد عليكم ان شاء الله. يا رب على الجميع. اشكرك. مساء الخير والعافيه اكيد على جميع مشاهدينا وين ما تكونون. مثل ما عودناكم اكيد يوميا وبهذا الوقت نحكي بالاخبار والاحداث اللي تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال ال 24 ساعه اللي فاتت. خلونا نبدا احداثنا اكيد لهذا اليوم، وبما انه نهايه اسبوع فخلينا نتناقش باراء احداثنا. اكيد رايك كل شيء يهمني يا بلسم، فخليك جاهزه وياي. بداية أول أحداثنا وأخبارنا راح تكون مع هيئة الأنواء الجوية أكيد، والرصد الجوي العراق يدخل بموجة حارة، وأغلب محافظاتنا العراقية تلامس 50 درجة مئوية. احنا نعرف انه العراق يمر بموجة القبة الحمراء اللي هي اكثر سخونة، ودرجات حرارة تلامس الى 50 درجة مئوية. لكن الايام القادمة راح تكون موجة حرارة تلامس بعض من المحافظات العراقية، ممكن ان تصل الى 51 درجة او 52 درجة مئوية. أكيد النوه طيبة أنه إحنا لازم أكو شيء إيجابي دا يصير بالفترة الأخيرة. نعم. تحياتنا لكل الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الانتشار ظاهرة اليوم حلو، دا نتقبل الشمسية بمكانها، يعني هي اسمها شمسية، فاليوم دا نشوف بأغلب الشوارع دا يأخذون البنات الشمسيات أهل الكليات بسبب ارتفاعها، ودا يشوفوها أنه شيء إيجابي وحلو، وبدأت العين تتقبلها. فاليوم نحث جميع الأشخاص تهتمون ببشرتكم سواء شباب أو بنات، تخلون الواقي وتخلون الشمسية، وربي يحفظ الجميع يا رب. نصيحة كلش حلوة من عندك يا بلسم، بالتالي اليوم ضربة الشمس خاصة بهذه الفترة ممكن أنه تسبب سرطان بالجلد، الله يحمينا إن شاء الله ويحمي الجميع. لذلك من الممكن أنه نستخدم السان بلوك أو واقي الشمس حتى نحافظ على ترطيب بشرتنا، ونشرب السوائل الباردة أكيد ما ننساها، لأنه كلش ضرورية بفترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة. ننتقل بعدها إلى الخبر التالي، بمناسبة ارتفاع درجات الحرارة أكيد اللي تفوق نصف درجة الغليان بالعراق كافة، الموظفين والعاملين في القطاع الخاص والعمال والكسبة يطالبون بتخفيض فترات العمل من 8 إلى 6 ساعات يوميا خلال الأشهر الثلاثة الأشد سخونة لتجنب الآثار الصحية بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وإحنا هسه كنا نتكلم بخصوص هذا الموضوع عن زميلتي بلسم، أنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة كثير من العمال وخاصة الكاسبين اللي يعتمدون على قوتهم اليومي، منها اللي يحملون البضائع أو أصحاب المركبات التاكسي، دا نشوف حتى دا يصير عندهم إغماء بسبب ارتفاع درجات الحرارة. لكن اليوم دا يأثر حتى على دخله الخاص أو على مصروفه أو على سد احتياجات عائلته اليوم. فاليوم طالبوا الموظفين خاصة القطاع الخاص والكسبة والعاملين والمعتمدين على قوتهم اليومي، يطالبون أنه أصحاب الشركات الخاصة اللي تعود لمدراءهم أنه يقلصون فترة الدوام من 6 ساعات، من 8 ساعات إلى 6 ساعات، لأنه فترة حرارة وهذه الثلاث أشهر راح تكون أشد سخونة بفصل الصيف اللي حاليا بيمر به العراق. ننتقل بعدها أكيد إلى الخبر التالي،
طبعا تداول يوم امس فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي واحتل ترند تحديدا على الميديا العراقيه. وجهت وزاره الداخليه واحيلت ضابطا الى التقاعد بعد حديثه مع امراه عن حصوله على قدم ممتاز عن طريق الواسطه او ما تسمى بالعامه الرشوه. خلينا نتابع تفاصيل الفيديو ونرجع لكم. يا بلسم، طبعا مع الاسف بعد ما انتشر فيديو لأحد الضباط اللي يعودون لوزارة الداخلية داخل مركبته الخاصة ومع عشيقته أو حبيبته، دار بيناتهم حديث أنه اليوم الحمد لله وفض الأموال الخاصة وبتعبه اليوم حصل على قدم ممتاز حتى يعني يروح على الرتبة اللي جايته بشهر السابع. لكن هذا الفيديو إذا دل على شيء راح يدل على أنه القانون فوق الجميع، ومهما كانت رتبتك، مهما كانت شهادتك، مهما كانت عندك من أموال، أنت راح تتحاسب أمام القضاء العراقي. ومثل ما ذكرت يا بلسم، احنا اليوم القانون فوق الجميع، لكن هذا الضابط اليوم حصل القدم الممتاز عن طريق الرشوة للأسف. أكيد نشكر وزارة الداخلية. نعم، اليوم حلو، اليوم بدي اشوف السوشيال ميديا برغم كل شيء والضجه والسوء اللي بعض الاشخاص اللي يصير بسببهم، لكن اليوم اكو شيء جميل. تلاحظين اي مقطع فيديو مستفز او نعم. نشوف فد شخصيات معينه، اكو سرعه المتلقي، نعم راسا القانون ياخذ الاجراء. ممكن اكو الف من هذه الحاله لكن هي ما ظاهره للاعلام، فبالتالي ما اخذ عقوبتها الحقيقيه، بدها تعمل من تحت الطاوله. لكن هذا الفيديو فتح اعين كثيره وخلى اليوم الوزاره تتجه تحصل القدم، تحصل الرتبه. نعم، فاليوم شيء خطوه حلوه. اليوم اي فيديو ممكن بسبب غبائه وفضل الى كانت وياه انتهت رتبته. نعم، وصار كل عبره الى التقدير والاحترام الى وزارة الداخلية. ننتقل بعدها إلى الخبر التالي اللي احتل ترند أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي لأطول فترة الوقود بتاريخ محافظة كركوك. مريض يغادر المستشفى يوم أمس بعد 5 سنوات أثر دخوله بغيبوبة بسبب حادث سير تعرض له. 5 سنوات فترة جدا طويلة يا بلسم، واليوم أهله ما فقدوا الأمل. 5 سنوات اللي هو داخل المستشفى من تعب، من أدوية، من سهر. أنا أحيي أهله أكيد على الصبر، بالتالي نالوا هذا الصبر، نالوا أنه طلع من المستشفى وفاق أكيد من الغيبوبة. وأكيد نتمنى له كل الصحة والسلامة إن شاء الله. أكيد هذا الشاب بعمر الورد تعرض لحادث سير جدا عنيف اللي هو نقل عن أثره إلى العناية المركزة، ومن بعدها دخل غيبوبة لمدة 5 سنوات. ننتقل بعدها إلى الخبر التالي. تداولت إحصائية على السوشيال ميديا العراقية، العراق يحتل المرتبة الرابعة عربيا كأكبر دولة منتجة للقطن للعام الماضي بسنة 2023. أنا اليوم أفرح من أشوف بلدنا العراق يحتل المراكز والمراتب الأولى المتقدمة من إنتاج المحاصيل الزراعية المحلية، من إنتاج المصانع وغيرها كثير من الأمور. لكن اليوم زراعة القطن كلش مهمة، لكن بالتالي دا نشوف أكو إهمال من زراعة القطن، كون أنه إحنا بلد الصراحة نعاني من عدم الاستفادة من المصانع العراقية. ممكن أنه هذه القطن راح بعد ما يزرع وبعد ما يحصدوه ويدخل للمصانع العراقية ممكن أنه راح يأثر تأثير إيجابي على الاقتصاد العراقي. نعم، وبس هيش طيبة، أنت شايفة القطن الزراعة الحقيقية اللي شايفتها بأيدك لازمتها يكون ملمسة كلش ناعم. كانت قدام بيتنا قبل 2003 كانت الناس كلش مهتمة بالزراعة، عندش مساحة قدام البيت الجميع كان يزرعها. نعم،
وكانوا زارعين قطن. لكن نقطة كلش مهمة يا بلسم ولو أقاطعك، لا احنا اليوم لازم نختار المكان بالضبط الصحيح حتى نزرع بالضبط المحصول بالضبط. يعني داول فيديو انه زارعين طماطة على الجزرة الوسطية، للأسف لا كانت اكو مساحة كبيرة، ممكن يعني اني ازرع بغير اماكن استفاد واخلي بالضبط الشخص الاخر يستفاد، لكن مو من حق اليوم اشوه منظر الشارع لا العراقي. عيد احسنتي على هذا التنويه، لا كانت قدامنا هي ارض زراعيه طيبه وزارعين بها كل المحاصيل، ومن شتى صغير عشان اكو نبته القطن كانت نعم تخبل، يعني لو تشوفين ملمسها والجوده سبحان الله نعم، يعني صدق لو تستفاد المعامل التربه، التربه العراقيه بالضبط كلش تساعد على المحاصيل العراق المحاصيل العفو الزراعيه نعم العراقيه. بالتالي اليوم حتى سرعه نمو النمو مالت الزرع بس وين كل يا طيبه مع الاسف حاليا هذه اللي دحشين عليه المساحه الزراعيه كلها انبنت بيوت وكلها نعم صارت اليوم يعني العراقي سكن مع الاسف اكيد من الـ من الـ الاماكن الخضراء. بالتالي اليوم الوحش الأصفر دائما تلقيه موجود بالجو العراقي بسبب التصحر اللي دا يصير عندنا بالعراق. ننتقل بعدها إلى الخبر التالي، خليني أخذكم إلى شاب يوثق أنين والدته المريضة بالكلى وهي تعاني أمام عينيه لعدم توفير الكهرباء الكافية في إحدى المستشفيات في محافظة البصرة. خلينا نتابع تفاصيل الفيديو ونرجع لكم. طبعا فيديو حزين الصراحة، يعني يحزننا يا بلسم انه نشوف هذه المقاطع يعني تتداول على السوشيال ميديا وسرعة انتشاره بباقي الصفحات العراقية المشهورة. بالتالي اليوم يعني تخيلي احنا اليوم ببغداد درجة الحرارة 49، فما بالك بمحافظة البصرة اللي هي معروفة دائما انه بارتفاع درجات الحرارة تصل الى درجة الغليان. بالتالي اليوم هذه المريضة صاحب الفيديو يقول انه انا اليوم غرفة والدتي وهو جناح خاص يعني مو عام يعني مو نعم بالتالي طابق سادس واحنا طابق ثاني ونعاني من الحر اللي دا يصير ولا مرضى ومريض اليوم المريض يحتاج المي النظيف، يحتاج الكهرباء الكافيه، جناح خاص يعني نعم هاي الفلوس وين تجيبها مولده، يحتاج الرعايه الصحيه، يحتاج الاهتمام من الممرضين ومن الكادر التمريضي. لكن للاسف اليوم اغلب المستشفيات العراقيه دا تعاني من اهمال جدا والله كبير. والله يا طيب اذا نشوف العجب نعم، يعني هذا الدراسه وال يعني المستشفيات والمدارس بالعراق دا يعانون من اهمال كلش كبير. فنتمنى انه هذا الفيديو يصل الى محافظ اكيد محافظه البصره، عسى ولعل انه يتلقى الاستجابه من المواطنين العراقيين ويوفر الكهرباء اللازمه داخل الجناح او داخل المستشفيات الموجوده بكافه المحافظات مو فقط في محافظه البصره. ننتقل بعدها الى الخبر التالي، خليني اخذكم الى اختصاصيه التغذيه الدكتوره كارولين توماسون، تقول ان شراب الماء مع الليمون للاسف لا ينقص الوزن. هذه الدراسه ممكن راح تصدم كثير اللي يشربون الليمون من المتلقين اللي هم ماخذين فكره انه خلط الماء خاصة الماء الدافي مع الليمون ممكن انه راح ينقص الوزن، وخاصة بفترة الصباح انه على الريق احنا نقول. فهذه الدراسة قالت انه هذا ما راح ينقص من الوزن، ممكن انه اذا تستمر عليه لسنوات ممكن يخفف لك من الدهون اللي بجسمك، لكن بالتالي هو فوائده كلش كبيرة بتنظيف الامعاء، ممكن يحافظ لك على المعدة. بالتالي هو شراب كلش مهم التزموا عليه، لكن هنا ما راح تحصل تخفيف بالوزن. ننتقل إلى الخبر اللي بعده، خليني أخذكم إلى اكتشاف سلالة شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة الدواجن بإحدى المدن الأسترالية.
احنا نعرف انه انفلونزا الطيور يا بلسم هو فيروس وحيد، لكن هنا باستراليا باحدى المزارع الخاصه بتربيه الدواجن اكتشفوا سلالة أشد عدوى من الفيروس الاعتيادي. هاي الفيروس ينتشر بسرعة كلش كبيرة وأعراضه جدا خطيرة وأقوى من الفيروس الاعتيادي. وإحنا للأسف اليوم قريت خبر، يعني قبل لا تبدي فقرتنا بمورنينج لايف قريت أنه إصابتين بمحافظة الديوانية اللي هم فلاحين أو مختصين بتربية الدواجن. فإحنا نتمنى أكيد من كافة المواطنين أنه يلتزمون ويأخذون الحيطة والحذر من انتشار الفيروسات. بعدها ننتقل إلى المغنية العالمية شاكيرا، تتكفل بتعليم 4000 طفل سنويا في أفضل المدارس من عام 2024 إلى عام 2027 على التوالي عن طريق مؤسستها الخيرية. لأنها اليوم شاكيرا ترى أن التعليم حق أساسي لكل طفل، ويمكنه أن يفضل أو يجعل حياته ومستقبله أفضل. نتمنى يعني كل شخص مشهور، كل شخص أنه حياته أو دخل المعيشة ممتاز، أنه يتكفل الأطفال. اليوم شاكيرا كل الحب والاحترام إلها، سوت مبادرة جدا جميلة أكيد مثلها ومثل روحها. بالتالي إحنا ما سامعين أكو فنان أو صاحب محتوى على السوشيال ميديا تكفل أنه 4000، لكن اليوم عن طريق مؤسستها الخيرية تكفلت 4000 طفل واختارت الأماكن اللي هي بالقرى والأرياف. ودائما اختارت أيضا الأطفال اللي أهلهم دخلهم محدود ما يقدرون يوفرون لهم أو يدخلون للمدارس. بالتالي اليوم تكفلتهم واعتبرت أنه الدراسة أو التعليم حق أساسي اليوم لكل طفل، أنه ممكن راح يغير مجرى حياته ويسوي مستقبله أفضل عن طريق التربية والتعليم. أكيد نختم أحداثنا أكيد لهذا اليوم مع رئيس نادي برشلونة أخوان لابورتا، يصرح على مواقع التواصل الاجتماعي ويقول إن انتقال اللاعب الفرنسي كيليان مبابي إلى نادي ريال مدريد أخبار ليست جيدة لنادي برشلونة. طبعا كان اخر حدث، اتمنى هذا اعتراف، هذا اعتراف اليوم. اليوم اعترفوا البرشلونيين، هم اعترفوا واحنا ما قلنا شيء، هو اعترف رئيسهم قال هاي اخبار مو زينه، اخبار ما لنا دخل. الله يعين برشلونه، يصلح من وراء النادي، ما فوت ولا لعبه. اكيد يا بلسم، شكرا جزيلا، اتمنى لكم نهايه اسبوع سعيده ان شاء الله، مع السلامه. شكرا جزيلا، شكرا، التقيك ان شاء الله بالاسبوع المقبل واستمتعي بالويكند. شكرا. اكيد انا وياكم وصلنا الى نهايه فقرتنا الجميله مع زميلتنا. خلينا ننتقل الى موضوع اخر اليوم، الاتكاليه مرض يكسر اجنحه الشباب. خلينا ننتقل ونناقش انا وياكم هذا الموضوع اكيد مع الاستاذه زينب جواد، باحثه اجتماعيه. خلينا نرحب بها ونقولها حياه الله ويا هلا بيك وميت هلا. ان شاء الله نورتي برنامج مونيك، يا صباح النور، يا كل الهلا، يا رب تكونين بصحه وعافيه. احنا نقول احنا هو مورنينج لايف، لكن بعدها كنا ترى كل هسه يقعدون بثنتين. شلونك؟ يا رب تكوني بصحه وعافيه. شلونك انت؟ انا زينه، ما دام انت فتره غايبه. صدق والله افتقدتك. انا شو ظهر منى مدى تجين وياي بحلقتي؟ أيه. بس البنات ما يقصرون دائما ويا نقومه. بعد وينك احلى من انغام؟ مو بالله، تحياتنا لها. اكيد بالبدايه احنا نتكلم اليوم عن الاتكاليه. الاتكاليه اليوم صار مرض عند اغلب الشباب سواء كانوا نساء ام رجال. للامانه صار عمرهم اليوم، اعرف ناس يتخطى ال 45 وهو مهتم انه عائلته اللي تصرف عليه. ما يعني أنا ما أفهم عامة شلون دا يقدرون لحد هذا السن ما مؤسس حياته، عايش على الطيشان، عايش على من عدا الشباب اللي حاليا الهوس الهواتف والسوشال ميديا ما أخذهم بجو كبير. ما دا يعرفون إنه كل ما دا يكبرون دا تكبر مسؤوليتهم، وبالتالي الأهل ما دايمين. فاليوم أنا أشوف الاتكالية صارت مرض ما دا يحسون به بشكل عام. طيب هسه المشاهد اليوم ما يعرف شنو الاتكالية، اليوم المقصود بالاتكالية عامة برأيك هل تعتبر هي مرض نفسي؟
أنا أحييك على العصف الذهني اللي عندك، أنت وصفتيها كأنه مرض. هي فعلا إحنا في علم السلوك تعرف الاتكالية على أنها اضطراب الشخصية الاعتمادية، هو نوع من أنواع الاضطرابات النفسية في علم النفس تجعل هذا الشخص، إحنا هذا الشخص اللي المعتمد على غيره أو المتكل على غيره، هذا الشخص إحنا نصنفه على أنه شخص مضطرب. العلاقة ما بين الشخص اللي عنده اتكالية ويا الأطراف اللي هو متكل عليهم، هذه سلوكيا تصنف على أنها علاقة غير صحية، الطرفين بها يكونون مذنبين. ليش؟ لأنه الشخص اللي خلى الشخص الأول اتكل عليه هذا يعتبر طرف داعم للإدمان. إذن هنا إحنا أكو عندنا طرفين مضطربين. الاتكالية يعني تصنف بصورة عامة على أنه هي اضطراب الاعتمادية أو اضطراب الشخصية الاعتمادية ناتجة عن تعلق مرضي مشترك. هواية ناس اليوم وهواية شباب وهواية بنات يعتقدون أنه يعني أنطيك مثال بسيط، أني كبنية يعني أنا ما راح أسوي شيء، أنا راح أقعد وما أتعب نفسي، بس يجي يوم راح أتزوج شخص يحقق لي أمنياتي. هنا أنا اتكلت فارس الأحلام، اتكلت على فكرة. تنطيها نسبة اليوم، خلينا نحكي 80% من النساء معتمدات على هذا المصطلح. مو ذنبهم، ذنب العوائل والأسر، ذنب العوائل وذنب الثقافة المجتمعية. إحنا اليوم جاي تصدرنا أفكار جاهزة. اليوم أنت تقعد تمسكين التاب الفكرة تشوفين مثلا فد ريلز أو شيء عجبك أو قدرت تفهمي عجبك، في حال ما قدرت تفهمي فالشخصية اللي عندك شنو إن هذا ما فهمت، إذن ما عجبني يلا سكيب، ما قاعد نتعب نفسنا ونحلل. اليوم اكو هوايه شباب يعني ما يفكرون، فقط نظري، ما يفكر حتى في التفكير، هو معتمد على غيره. يعني انا راح انطيك اكو نوع من انواع شخصيات متوفره عندنا بصوره كلش كبيره بالمجتمع. اول ما تصير عنده مشكله يجيك لحقيني هان وقعتم مشكله، اوكي شنو المشكله؟ انا صار لي 1 2 3، اوكي وانت سويت؟ العدانة المن جايك؟ هو منتظر انه انت تفكرين له وانت تفكرين عنه، تفكرين بالنيابه عنه وتستنتجين وتستنبطين الفكره وتعطيها. هذا ايضا نوع من انواع الاتكاليه الناتجه عن التعلق المرضي المشترك. طيب استاذ زينب، اليوم تكلمنا عن موضوع جدا مهم، الشباب ما واعين عليه، ذكرتي لي حتى التفكير ما يتعب روحه ويفكر، ده ينتظر احد ينطيه حل لمشكلته. طيب اليوم في المجتمع هل تعتبر الاتكالية اليوم بشكل كبير الأغلبية، هل هي خطرة على الشباب اليوم؟ الجميع اتكالي اليوم جاي تفتك بالمجتمع، والنتيجة شوفي احنا يعني كل ما يتقدم الوقت احنا جاي نرجع خطوة الى الوراء، هي بسبب هاي المواضيع، بسبب الاتكالية. هسه قد احيانا مثلا نعزي اسبابها الى التربيه في بعض العوائل، يكون اكو يعني عند بعض العوائل اكو موروث انه شنو، انه العائله هي اللي تختار لك القسم اللي تدرسه، تختار لك الزوج او الزوجه، او هذا ايضا يبرمج الشخصيه، يبرمج شخصيه الابن على انه يصبح شخصيه اتكاليه. هذا الابن لما يكبر او يتزوج او يدخل الى سوق العمل، تتوقعين انه راح يبدع؟ الإبداع عنده صفر، هذا الشخص راح يكون الإبداع عنده صفر. ليش الإبداع صفر؟ لأن هو داخل إلى سوق العمل أكو عنده فكرة جاهزة مصدريها إلى، هي فكرة تلقي أوردر فقط، هو راح يقول لك سوى هذا الشيء، يجي يا أما يقدر يسويه يا أما يشوف نفسه ما يفهمه أو هذا الشيء مبهم، راح يقول لك أنا آسف ما أقدر أسوي. تلعب بالكم هو عنده رأي وحلل. أحسنتي. فهذا الشيء بعض الشباب إنه يابا أنت ليش ما تبدع وتكون نفسك، أم انتظر وظيفة؟ وظائف ماكو، ما أكو سوق عمل، أكو عمل حر. والله يا سيد زينب خلينا نتكلم بشكل عام، نعفنا من الرسمي والكلام، الشباب اللي موجودة في الشوارع اللي شايلة ماسحة، مع احترامنا للجميع هذا ما يقلل، لكن اليوم أني شاب الله منطيني رجلين إذين صحة وبعدني بعمر الورد، ليش أني أطلب المساعدة من الشوارع وأقوم أقدي؟ ليش ما أروح أشتغل؟ ليش؟ شوفي اليوم السهولة أيضا، اليوم الشباب وأغلبهم اللي يطلبون من الرعاية الاجتماعية، واللي هو اكو حالات اخذناها برمضان لا تعد ولا تحصى، والشارع العراقي شاهد على هذه الامور.
بدل ما يطور نفسه ويروح يبحث عن عمل ويحسن فكره ومستواه، بالتالي هو ده يطلب المعونه اللي هي قدرها 125. متكل على فكره، متكل، هو متكل على فكره، يقول لك نعم. اني اخذ 125 الف بدون ما اتعب نفسي، لانه هو مو يريد يتعب نفسه جسديا، هو اصلا ما يريد يتعب نفسه نعم. بالتفكير، ما يريد يفكر شلون يسوي مشروع، شلون يسوق له، شلون يتعب عليه. واحد مخلف 11 طفل ويريد راتب رعايه، حتى زين هذا راتب رعايه ايش راح يعيش لك ال 11 دول؟ شنو مستقبلهم وانت قاعد؟ والله قاعد ما عندي شغلاني، لو اطلع يوم عماله لو ما اطلع. هو هذا اللي حكينا علي، هذا الشخص اذا نجي نريد نفسر شخصيته من الناحيه السلوكيه، هذا شخص كان متكل على فكره انه الطفل يجي ويجيب رزقه وياه. أنا هاي الفكرة اللي مستوقفتني، اللي موتتني ذات مستوقفاني موتتني. يعني ما أعرف هم يعني منو مصدر فكرة للمجتمع. طبعا حتى عند أقاربي يعني دائما لا يجي ويجيب رزقه وياه، هاي يضربوني طلقات من يقولوا لي. أنا ما شفت أختي من الناس تقول لي هاي الحشاي. أنا بحياتي ما شفت طفل إجا وجاب حقيبة وزارية وياه، أو جاب الفايل مالته، أو جاب مثلا بطاقة وياه بها رصيد. لا هو طفل يجي، أنت بما أنه جبته للحياة هذه فأنت واجبك أنه تكون مهيئ له وتضمن له حياة حرة كريمة. ست زينب، اليوم ما نسوي المقارنة إحنا من الإنسان، لكن اليوم أنت متروحين تشترين حيوان، لو طير، لو سمكة، لو تشترين كلب، لو قطة، من راح تشتريها راح تجي رزقها وياها؟ لو انت راح تروحين تجيبي لها اكلها كالاسد، كالأسد اجيب لها الدراي فود عندي كلي بالضبط، وتجيبي لها حتى الاشياء السويت مالها والسناكس، تروحين تضربيها اوبر وتوفري لها افضل الانواع حتى هي تظل بصحه، تروحين تسويها لقاحات والزيان وغير التفاصيل. ولعلمك اصير اني مقيده بيها، يعني انا ما تقدرين لا تطلعين لا تطبين. لا انا بالليل جاي اطفي السبلت لانه هو يبرد، انا عندي بزوم بالبيت يعني فلانه يبرد جاي طف السبلت. النوبة أني أروح وأنجب طفل وبالتالي أني ما مهيئت له ودور لراتب ورزقه يجوية. إحنا سابقاً يعني أيام جدودنا وأيام بيبياتنا كانت هاي الفكرة صحيحة، يقول لك من يجي رزقه ويا. ليش؟ لأنه كانت الحياة بسيطة، كانوا يطلعون عدد سكان قليل، عدد سكان قليل، كانوا يطلعون للزرع مثلا فلاحين، هم يقدرون ياكلون من الارض مالتهم، عندهم مواشم ربيها يشربون نعم. حليب من عندها ويتغذون على لحومها. فكانت الحياه لا كانت بها جامعات، ولا كانت لازم تختار لمدرسه زينه، ولا كانت لازم تشتري له جنطه الكترونيه وتشتري له براند ولا يريدها وما وبالنسبه للبنات ما كانت متطلباتهم انه لما تكبر اني اريد فستان كذا واريد الحذاء الكذا واريد، ما كانت هاي المتطلبات. لذلك كانت الحياة بسيطة. إحنا الآن كل ما نتقدم سنة كل ما متطلبات الحياة تزداد أكثر والحياة تزداد صعوبة. هذا المفروض يخلوه في نظر الاعتبار. يعني الرجل اللي أيام الثلاثينات والأربعينات لما كان يخلف 7 و8 جدا طبيعي، الآن الرجل إذا خلف 2 يدوخ بزمانه فعلا، 1 ويا دوب. يعني اليوم جدا نشوف بعض العوائل ده تخلف بشكل مو طبيعي، عند توصل عدد من 6 إلى 7 إلى 8 يدورون عزوة. أنا جاي أشوفهم عزوة واني من طي مية حتى طيني عزوة. هم يدورون عزوة يجيبوها. أنا التقيت بناس قلت له واحد يعني كان بكتها يمكن عنده 10 أطفال، قلت له أطفالك بالأحداث؟ قال له أنا جبتهم حتى أدور عزوة. إيه ما هم مشرفين بالأحداث، يعني وين العزوة والعاضة مالتك؟ تتعارك عندك عفك شغل البلية ما يضحك. فذولا مساكين، ذولا يا ناس خففوا، لأن أنتوا جاي يجيبون ضحايا. أيوة هذول الأطفال أنا أوصفهم ضحايا، عبارة عن ضحايا victims شو تسموها مساكين. طيب اليوم الاتكالية عادة هي تنشأ ويا الطفل من الصغر. طيب إذا نشأت من الصغر بسبب الأهل طبعا وكثرة الدلال وكثرة عدم الرقابة وعدم الاهتمام بهذا الطفل، مثل ما أنا دا أنطي أكل وأربيه لازم أربيه بطريقة صحيحة. اليوم ده لازم أوجه توجيه صحيح. اليوم مو كل شيء يطلب اني اوفر له، ما احسسه باشر عقبه انت عندك حياه. يعني واحد الا يكبر يلا يدرك قدر المسؤوليه اللي هو عليه. لكن اليوم كيف ممكن اخلي الشخص الطفل ممكن يتخلص من الاتكاليه او يعتمد على حاله بالمستقبل؟ شوفي احنا كمجتمع شرقي
خلينا نقول مغلق بعض الشيء، لان احنا ما نقدر نوصف مجتمعنا على انه هو مجتمع اوبن ومجتمع لا هو مجتمع شرقي مغلق بعض الشيء، لانه احنا مجتمعنا ماشي عندنا سياسة الكيل بمكيالين، اللي نريده احمر احمر واللي نريده اصفر اصفر، فراح خلينا نمسك العصا من الوسط. الاتكالية اللي جاي يصير بمجتمعنا اذا ردنا نفسرها سلوكيا، اكو اتكالية هي النوعين منها هي اتكالية مكتسبة، لأن صفات الاتكالية ما تنشأ نتيجة عامل وراثي سببه كروموسوم أو هرمون أو شيء، لا هذه عبارة عن أمور مكتسبة من المجتمع. أكو اتكالية متأصلة قديمة تكون مكتسبة عن طريق التربية من المراحل الأولى، اللي هي شلون يقعد الطفل لا أنا ابني ما يحب الجزر يحب التفاح جيبوا له تفاح، ترتبت عنده فكرة أنه هو ما يحب الجزر لأنه قوي لأنه ما يقدر يأكل، فهذا راح باللاوعي عنده لما يكبر ما راح يأكل الجزر ما راح يستطعم زين. بعدين لا أنا خايفة علي ما يلعب ويا الأطفال، لا لا يروح يلعب بالتراب، لا 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 يلزم الأقلام، لا يروح يوسخ نفسه، أنا ابني حلو ابني مدلل ابني. هذا كمية الحرص المفرطة اللي تخليهم يسوون غلاف داير ما داير الطفل، وهو بداخل هذا المغلف نبدأ نصدر له أفكار. هذا لما يطلع من هذا المغلف للمجتمع هو ما عنده أي فكرة عن تكوين رأي خاص به. صحيح. الاتكالية الأخرى اللي هي الاتكالية الآنية اللي قاعد تصير عند بعض الشباب، وهذه تعتبر من أخطر أنواع الاتكالية لأنها تصنف كاضطراب سلوكي، يعني يجعل هذا الشخص شخص صاحب شخصية سامة غير قادر على التأقلم بالمجتمع. هذه الاتكالية الآنية الاتكالية اللي تنتج نتيجة صدمة، يعني شخص يفوت فد مشروع أو يروح يشتري فد شيء وبعدين يفشل، أو يشتري شيء يطلع اكسباير يطلع خلينا نقول مو زين، فتبدي الملامة مال الأهل والأصدقاء وأنت ليش رحت وأنت ليش هيك سويت، الملامة هي اللي تدمر الشخص. طيب خلينا أنا ياش نروح أكيد ونكمل نشوف الاستطلاع أكيد ويا زميلنا علي خشان نور جميلي عفوا، ونرجع أكيد ونشوف الآراء. يسعد مساكم متابعي برنامج مورنينج لايف. موضوع استطلاعنا اليوم هو عن الاتكاليه، مرض يكسر اجنحه الشباب. خليكم ويانا نشوف اراء الناس في هذا الاستطلاع. والله انا بالنسبه لي كعلى الشاب الاتكالي، انا انصح كل الشباب انه الانتكال مو حلو، لان انت باكر وراك مستقبل ووراك زواج ووراك تكون لك اسره وبيت، فانت اذا ظل متكل على اهلك اهلك ما راح يدومون لك. فانا اشجع كل الشباب انه من وقت يعتمد على نفسه، يعلم روحه على الشغل، تباشر عقبه ما راح يواجه صعوبات بالحياة. والله أكيد هو شاب الاتكالي ما راح يكون شاب، لأنه المفروض بما أنه شاب لازم يعتمد من البداية على نفسه، يتعلم يستعد صعوبات الحياة، ويحاول يكون يعني خلينا نقول رجل، بما أنه نعتبر نتعلم نتكلم عن الشاب كذكر بغض النظر عن الإناث، فبالتالي الشاب اللي يكون رجل مستعد للمستقبل لازم يعد نفسه بشكل صحيح، ويكون معتمد على نفسه حتى مستعد حتى للصعاب اللي راح يواجهها مستقبلا. يعني مثلا يسوي لفد عربانه صغيره يبيع بها قهوه، يعني هذا واحد المفروض يشجعها، لانه هو دريد يسوي عمل، وهذا العمل يتطور بالمستقبل يجوز يصير فد كازينو فد شيء. فالاتكاليه على الاهل مو صحيحه. الشاب لازم يطمح لهدف معين حتى يوصل له، من ناحية الشغل، من ناحية مشاريع خاصة، من ناحية كل الأمور. اتكل على أهله اليوم مباشر عقبه وبعدين راح يتزوج، أهله يزوجوه؟ يعني من يشوف يحس نفسه بأنه صار مثل ما نقول بالغ العمر مالته، أو يشوف مثلا نفسه هو قادر على العمل مالته أو على الشغل، ديك الساعة هو راح هو يقيم نفسه بنفسه، هو راح يخلي عزه وكرامه بنفسه هوانتين. بس إذا ظل على أمك وأبوك لا ما راح تستفاد منه من أي شيء، ما دايمي لك اصلا هما. فالانسان انا انصح الشباب ان يكون عنده عزيمه والاصرار وبنفس الوقت مثابره وجهد، ان يعتمد على نفسه اكثر. مثل ما شفتوا ويانا اراء الناس حول موضوع الاتكاليه، خليكم ويانا باستطلاع جديد لبرنامج مورنينج لايف. نور جميلي. شكرا زميلتنا نور جميلي على هذا الاستطلاع، وشفنا اراء الشارع العراقي، واليوم الاغلبيه مؤكد انه لازم ضد الاتكاليه لان هي تدمر الطفل. وبالتالي اليوم خلينا نحكي على موضوع مهم سيد زينب. خلينا نحكي على النساء اليوم. نسائنا مبرمجات على الزواج،
وكأنما مفكرة أنه هي جاية للدنيا حتى تتزوج. أنا يعني طبعا من ضد من إحنا ضد الرجال، الرجال كليتهم محترمين وعزيزي، لكن مو ضد الزواج، ضد أنه المرأة دا تنظر للرجل أنه هو فانوس على الدين. أنا مثل ما ذكرتي قبل قليل، لا أنا ما أسوي رجيم حتى هو من الزواج يسوي لي قسم عنده، أنا ما أسوي فلان شغلة، لا من الزواج هو يوديني، هو يطلعني، هو يشتري لي. هذه مصيبة، هذا أيضا نوع من الاتكالية. يعني ليش ما أني أكمل دراستي وأعتمد على حالي، أشوف شنو أحب، أبدع بمكاني، أخلي الحياة قدامي، أخذ كل الأشياء أني اللي أستحقها أشتريها بتعبي وجهودي، وبالتالي من أجي أتزوج ما أتزوج على مود أني أطلع من بيت أهلي، أو أتزوج على مود أني أشتري فلان شغلة، لو أريد أتزوج على مود أخذ حريتي أو بس الوالد مسؤول هنا راح تتغير الإقامة. فاليوم هذه مصيبة ومشكلة، وبالتالي كل همها ومحور كونها الاتكالي على الزوج، من الأهل ينتقل إلى الزوج، هذه مصيبة أيضا. فقط المالك يتغير، يعني نعم. هي السنوية واحدة بس المالك. شوفي مصيبة، هذه المصيبة هنا احنا ذا نريد نجي، انا اقول لك انه بعض النساء عندنا تفكيرهم هيجي، ويمكن حتى تفكير بعد اكثر، يعني يفكرون بطريقة يمكن أسوأ من هذه. ليش؟ لا. لأنه هنا هي عاشت، أنا أصنفها كضحية، ضحية لتربية الأسرة تحت سلوك موروث، لأن بعض الأسر تعرفين تورث السلوكيات اللي هي تريدها. أكيد طبعا. وضحية للإعلام اللي جاي تشوفه بالمجتمع، اللي أحسن. هو سوشال ميديا، اللي هو زوجي جابلي. قعدة الخالات وقعدة العمات وبنات الخالة، وتقعد مثلا بتخالتها حاطة خرزة زرقة على هذه يعني، وزوجي محور الكون. عزيزتي وين كاميرتي؟ نصيحة للبنات، عزيزتي من تنخطبين وتحطين خرزة زرقة أرجوك هاي الحركة بطليها، هاي الخرزة حطيها لما تشترين أسهم بشركة BMW. والله صح. بالنسبة للزوجة خلي هاي الحلقة اللي بيها ألماز ما أعرف شنو، بس بالله عليك بلا خرزة زرقة. إلا خرزة، أنا أبد ما أمون بالخرزة الزرقة. تشترين الأسهم أو تشترين أسهم بشركة كونكورد اللي تصنع طائرات أسرع من الصوت، هنا تسوى الخرزة الزرقة، هنا حط درزن خرز زرق. المشكلة شنو؟ هذه القعدات هي اللي تأثر بالعقل اللاواعي. احنا قلت لك، ارجع واقول لك، احنا مجتمع مكبوت، البنية ما تقدر تسافر، ما تقدر تطلع، ما تقدر تروح دورات تنمية، فمنين تحصل على التنمية والتدريب؟ ممكن من الاونلاين. زين اذا هي تجي تفتح التيك توك تلقي وحده قاعده اليوم دا اعلمكم شلون تسوون الميك اب توتوريال بطريقه على اساس يعني راح تصنع صواريخ باليستيه، اليوم راح اسوي لكم هذا الموجود عندها. فهاي المسكينة شو تسوي؟ منين تبدأ تتعلم؟ من الأقران. صح بالضبط. الاقتران مع ناس يحملون هذا الفكر راح يخلي عقلها اللاواعي هو يعني بالضبط. أوكي. هذه النتائج وهذه المشاكل اللي تؤدي بالمرأة ولتدمر المستقبل الشباب كله تأكيد. شكرا أستاذ زينب، أنا وياك جدا استمتعت، مع الوقت قصير لكن استمتعت بهذه المعلومة. تحطين خرزة زرقاء، الحمد لله أنا ما خايا كل شيء بحياتي تطبين حساب مثل يقين ولا خرزاية زرقاء ولا خرزة دير بارك بس لابسة زرقاء هو مجد. شكرا جزيلا، سعيدة جدا بلقائك، أتمنى لك كل موفقية. شكرا على هذه النصائح. أكيد أنا وياكم أخذنا كل النصائح من سيد زينب المناسبة اليوم في الاتكالية. اعتمدوا على نفسكم أبدا، مثل ما قال الخرزة الزرقة أبدا ما مناسبة. خلينا أنا وياكم ننتقل إلى مواضيع آخر. طيب خلينا نروح أنا وياكم للتاروت والأبراج الجميلة. خلينا نعرف اليوم التاروت علم وبوابة لاكتشاف الذات والطالع. خلينا أنا وياكم نروح عبر سكايب ويا ضيفتنا الأستاذة رائدة خبيرة التاروت وخبايا الأبراج، ونستمتع بالأبراج ونقولها حيات الله ويا هلا بيك رمية. هلا شلونكم؟ شو اخباركم؟ حيات الله ست رائدة، يا رب تكوني بصحة وعافية. اليوم لازم تداري لي أهم برج الثور. اليوم سالمة عيونك. اليوم نتكلم عن الأبراج والتاروت وغيرها من الأمور. اليوم هل فعلا قراءة التاروت يمكن تأثر على حياة ومقررات الشخص؟ نعرف ناس اليوم يقعدون من الصبح إلا يشوفوا البرج شي يقول له يلا يطلع للعمل، أو إلا تبدأ حياتها لازم تقرأ الفنجان، لازم تشوف البرج اليوم شي يقول. هذه المهمات اليوم المتعود على قراءة الطالع وغيرها من الأمور، هل فعلا اليوم تأثر على حياة الشخص؟ نعم بالحقيقة نعم، صارت كلش هذا الشيء مؤثر، لكن أكو فرق بين الخبثالات، يعني اللي يتامون أكو أشخاص يقصدون يخوفون الناس. مثلا
يكشفون شغلات انه عندك خيانه، عندك سرقه، عندك كذا. فاي شيء احنا نجذبه، اي شيء بالحياه هو طاقه جذب. يعني كل متوقع انات هاي اولا، والاقدار اقدارنا تاخذ من افواهنا. فالانسان لازم يتابع الناس الصحيحين، هي مجرد تحذيرات. بس انا من انزل انزل التحذيرات للتحذيرات فقط، مو اشياء تخوف الناس. يعني اكو ناس كلش ارتبطت بهذا الموضوع وصاروا يتابعون وبيوت هواي خربت بسبب هذا الموضوع. فنصيحه يعني اللي خلي يختارون الاشخاص الصح، ومو كل شيء لازم الانسان يكون عنده طاقه ايجابيه. وثاني شيء هو كل شيء بيد الله، هذا امر رب العالمين. ممكن رب العالمين مقدر للشخص اشياء، ممكن انت تتابع شخص غلط مثلا، يقول لك عندك خيانه، خيانه ويا الزوج او الزوجه، هاي بهالحاله انت راح تهدم بيت عائله، ممكن يصير طاقه شك. ثاني انصح انه الانسان يكون عنده طاقه ايجابيه، فقط ينتبه مثلا، ننتبه من السرعه، ننتبه من مثلا انسان من يطلع هاليومين اللي تحكي، هاليومين حاول تكون هادئ، هاي المواضيع. اما بعض المواضيع الاخرى اللي بها امور تسوي مشاكل انا ما انصح بها صراحه. طيب سترادة، اليوم التاروت هل يعتمد على قراءه البطائق فقط، البطاقات ممكن، او ينقرئ اليوم بطرق متعدده مختلفه برؤيه مختلفه؟ نعم طبعا، هي التاروت عنده هوايه امور، يعني طرق عدة يعني متعدده. مثلا يعني اكو بطاقات تخص الصحه، اكو بطاقات تخص العمل، اكو بطاقات تخص العلاقه العاطفيه. لكن كل شخص اجتهاده، والكل مجتهد نصيب، تتبع الذكاء والفطنه والنشاط. اما لازم الانسان اللي يقرا تاروت يعرف حركه الكواكب، يعني شيء مرتبط بشيء، مو هو جاهل في علم الفلك او اليوم القمر وين. يوم القمر بالجوزاء معروف، من تجي عليهم ما يعرفون القمر وين، مثلا تراجع عطارد شو تصير. وصارت ناس تشبه ناس، لا دام لحظه ستنا العزيزه، صح. ناس تشبه ناس، نفس الكلام معدد، ماكو واحد انسان مرتاح بهالحياه. فيعتمدون على هذا الشيء، انه انت تعبان، انت عندك كذا، انت مظلوم، انت. فهذا الانسان ماكو انسان يستقبل حياه مرتاح. جايك عقد. طيب اليوم لازم العقود، اكو نهايه، عندك مشكله صحيه. طيب اليوم برايك احنا اليوم نصف السنه، اليوم الابراج، منو الاكثر حظا لهذه السنه؟ نعم. المقبله منو الاكثر راح يحصل فلوس الماديات بالكنت ثور سيدون علي؟ نعم شوفي ستنا العزيزه، بما انه انتقل عطارد البرج الجوزاء اليوم 3، راح ينطي حظوظ لكل الابراج، مو برج وبرج حقيقه. البرج العطارد، عطارد التواصل، عطارد راح يكون عندنا تركيز اكثر، راح نطلع من طاقه التشتت، راح يكون عندنا اي شيء متصل بالاتصالات. هو اسبوعين راح يبقى يعني بالعاده برج الجوزاء، يعني قصير راح يكون، لكن راح يمنحنا كثير امور. حتى البرج القوس المعاكس له راح ينطي طاقه، راح ينطي امور، راح يصير عندنا تركيز، ما يكون عنده تشتت. يعني راح نمتص المعلومات مثل الاسفنجه. قبل كان عندنا نوع من التشتت، نوع من عدم التركيز، راح نركز اكثر، راح تنكشف لنا الاشياء بدون ما نتعب. راح يصير اي شيء مغلوط ممكن نكتشفه، اي امور. لكن ممكن بعض منا راح يصير شوي عنده طاقه انطواء، عزله، تصفيه للامور اللي هو في حياته. اما الابراج اللي راح تكون يعني خلينا نقول طاقتها توب، عندنا الابراج الهوائيه والابراج الناريه، هذا بالدرجه الاولى. لانه مثل اني ست، انا يوم ببيتي، بيتي دائما اهتم بمن انطي الطاقه للمقربين، للعائله، للاهل. فالجوزاء راح ينطي دعم للابراج الهوائيه والناريه، بما انهم يعني متشابهين او طاقتهم وحده. اما الابراج البقيه فكلهم عندهم حظوظ. نعم بالضبط. طيب خلينا نحكي بشكل مختصر. نعم طيب خلينا نتكلم عن توقعات الابراج اليوم، وشنو الطالع اللي تحمله الابراج اليوم؟ الطالع، بس انوه على شيء بسيط، الطالع هذا يتحدد على ساعة الولادة، ساعة ولادة الانسان نطلع الطالع، بتفهميني؟ نعم. اما احنا سنعتمد على الابراج الشمسية، خلينا نقول الابراج الشمسية هاي الفترة، اذا تحبين نحكي بشكل مختصر عن كل الابراج. نعم اكيد. أوكي. طبعا يعني برج الحمل، يعني هاي الفترة برج الحمل من 2014 كان كلش تعبان، 2022 كانت كلش ضاغطة عليه، هاي الفترة راح يعطي النجاح، راح يعطي الرفاهية. ممكن عنده حمل، ممكن عنده ولادة طفل، راح يكتب اموال. برج الحمل يحتاج لاموال، عنده قصة ارث راح تنحل، راح يطور من عمله،
بشكل مختصر راح يمكن يحصل على وظيفه. الاشخاص اللي ما عندهم وظيفه هاي انسب فتره انه يقدم على وظيفه، راح يكون عنده تواصل مع الكل، راح يقنع في عمله، ممكن يغير شيء بالعمل، عنده طاقة السفر، عنده عيون ديون آسفة ممكن يسددها، عنده نجاح في السوشيال ميديا إذا كان هو في مختص في مجال السوشيال ميديا أو يفتح موقع إن شاء الله يكون عنده نجاح. لكن بعضهم راح يكون في علاقة سامة، هاي العلاقة السامة أنا دام أنه البرج الحمل أنه عندك علاقة سامة لازم تخرج منها، ممكن هو مع شريك هذا الشريك نفسه ما يتغير، فأنا نصيحة مني إلى أنه يخرج من هاي العلاقة. وأيضاً عنده تصالح مع شريك قديم من طاقة مائية، وأيضاً بعض برج الحمل في علاقة معلق بها لا يقدر يتركها ولا يقدر يبقى بها، وأيضاً البعض منهم وليس الكل عندهم ارتباط هاي الفترة. أما الثور، الثور ما شاء الله يا التعويضات الله. التعويضات أطار كان من كان يعني ضاغط عليه ذي الفترة، هسه بالجوزة عنده تحرر إن شاء الله. طبعاً راح يكون عنده منصب، راح يكون عنده ترقية. برج الثور الخسارة اللي يعني خسارة مالية صارت عنده، كل قصص راح تصير مالية، تعويض دفع مثلا إذا عنده ديون يسددها، راح يكون عنده منصب، راح يكون عنده ترقية، راح يكون يعني يشتغل في طاقة المال، شلون أطور، شلون أجيب المال، شلون أعوض الخسارات، راح يصير عنده تحركات بجهات حكومية أو ورقية راح يفرح بها، يعني عنده ورقة مهمة كلش حيفرح بها. منتظر رد راح يجي إن شاء الله، ممكن عنده واسطة في أمر راح يتم إليه. طبعا راح يستخدم عقل الثور، راح يخطط صح، هذا الشيء الحلو عنده. ليش الفترة كان مشتت حقيقة، ما يعرف شلون يتصرف أو شي يريد. وأيضا البعض منهم راح يكون عنده تخطيط لشخص معين ذو منصب ذو مكانة، إذا ثور بباله هذا الشخص راح يحصله، ممكن مختلف عنه بالسن، ممكن بالمكانة، ممكن راح يكون ارتباط، ممكن وداخل في علاقة ويا الله أعلم، لكن عنده شيء صعب المنال راح ينوله في علاقة عاطفية، طاقة العاطفة راح يعني ترتفع عنده حسم علاقة مع ناري أو ترابي أو مائي للبعض وليس الكل، وعنده اختيار بين قرارين، إما الشريك يخيره إما هو يخير الشريك، أوكي؟ لكن طاقته حلوة. برج الجوزاء راح يكون في قمة النجاح، لأن عطارد داخل برجه هو أصلاً برج الحاكم، فراح يكون عنده وضع مالي إن شاء الله تدريجي راح يكون نحو الأفضل. الجوزاء راح يكون عنده فرص، عنده آفاق جديدة، عند عديد من الأحداث راح تكون إله، راح يكون متزن هاي الفترة، راح يكون مرتاح ماديا عاطفيا، راح يكشف أسرار، يكشف الناس المحيطين. بس أنا وهو البرج الثور آسفة خلينا ننتبه من استغلال مالي، آسفة للثور خلينا ننتبه من استغلال مادي، أكو شخص استغله ماديا راح يكشفه، أعتذر. فسنجي للجوزاء، فالجوزاء راح يكون عنده تغيير بالعمل، راح يقنع المدير او في عمله في شيء يريده، راح يكون عنده فرصه ماليه، عنده نشاط، عنده انشاء شهره في مجال عمله. لكن الجوزاء راح اشوف حقيقه يغير طبعه، يغير شخصيته، يغير امور اللي هو كان اخطاء يصلحها، عنده عقد ايضا، وايضا عنده فرصه لانتقال او انتقال في العمل او السكن، وايضا راح يتحرك لقصص العاطفه. معروف برج الجوزاء العاطفه كانت جدا سيئه عليه بالفتره اللي مرت، ممكن دخل في علاقه، ممكن فشل في علاقه، ممكن هو كان يريد شريك واختار شريك اخر، لكن عنده انهاء علاقه او كارما، ايضا عنده اعتذار من شريك ترابي هاي الفتره او هوائي، والبعض منهم متعلق بشريك ناري او هوائي، لكن ما ينفع يرتبط به، معلق بهذه العلاقه. وايضا البعض منكم راح يربط يعني يجهز لارتباط، وارتباطه راح يكون ان شاء الله. وايضا بعضهم قلق من شريك او شخص ده يتقرب لبرج الجوزاء من طاقه ناريه او هوائيه او ترابيه، والبعضهم في علاقه اما انت مرتبط او شريكك مرتبط معلق. فانصح الجوزاء يصفي أموره العاطفية، يعني يختار صح. أما نجي للجوز السرطان، سرطان متعب حقيقة، اليوم 20 راح تكون أموره يعني أفضل، ممكن هو منتظر شيء، ممكن هو أكو عنده مشاكل ده يحاول يتعامل وياها، خلي يتعامل وياها بسلاسة بهدوء، ما يريد يدخل في مواجهة اليوم 20، خلي يكون يعني يتعرف على الناس، خلي يخرج من طاقة العزلة اللي عنده بيها، ممكن قصص قديمة ترجع له، ممكن قصص صحية، ممكن عاطفية، ممكن عملية. طبعا
طبعا نعم. الوقت دا يداهمنا اكيد سترائد محظوظين الابراج اللي قلتيهم انا لازم اتابعك وتقولي لي كل شيء حياتي شكرا على هذه القراءه الرائعه استمتعت جدا معك لازم تشوفي اللي بعد تاروت لازم ايش ورا البرنامج شكرا جزيلا شكرا سترائد المبدعه شكرا لك حبيبتي شكرا انا وياكم وصلنا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم واكيد ونهايه اسبوع سعيد لكل المتابعين المميزين اتمنى لكم بدايه جميله لاسبوع اكيد ان شاء الله ونهايه اسبوع روحوا طلعوا وتونسوا بالاجواء وان شاء الله تكون كل ايامكم خير وبركه انكم وصلنا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم اتمنى استمتعتوا واستفادتوا من مواضيعنا جميعها التقيكم ان شاء الله الاسبوع المقبل دمتم في امان الله كنت معكم بسمه حسين الى اللقاء